بر الأمان. صباح الخير، مرحبا بك دكتور عوض مطرية، نورتنا بحضورك اليوم في بر الأمان. أنت حضرتك مختص في الاقتصاد الصحة وبتشتغل في مكتب القاهرة لمنظمة الصحة العالمية، وأنت حاليا حاضر معنا في تونس بمناسبة المنتدى الأول للبرلمانيين في منطقة الشرق المتوسط. بلكو شيء، مرحبا بك في تونس، نورتنا. شكرا جزيلا، شكرا، تشرف. فقط باش نعطيو لمحة للي يتفرجوا علينا، يقولوا شنية شرق المتوسط وشنية منظمة الصحة العالمية. بالنسبة لشرق المتوسط، هي منطقة موجود فيها 22 بلد، فيهم يمثلوا أكثر من 600 مليون نسمة، مغرب، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، أردن، جزيرة شبه جزيرة عربية، جيبوتي، أفغانستان، إيران، باكستان والصومال. شكرا. نعم. وهذا يعني كان الاجتماع الموجود اليوم في تونس. شنو هي الخصوصيه نتاعه في كلمتين لو سمحت؟ يعني هو اول اجتماع للبرلمانيين. نعم. هو في الواقع اول اجتماع لاطلاق منتدى البرلمانيين لاجل الصحه والرفاه، اللي هو عملت عليه منظمه الصحه العالميه من اجل انشائه والمساعده في انشائه. والفكرة منه أنه نجمع البرلمانيين المتخصصين في مواضيع الصحة والرفاه، تحسين جودة الحياة للأفراد في المجتمع، من أجل مناقشة الأولويات ومناقشة كيف ممكن أن يساهموا في السياسات الوطنية في دولهم المختلفة من أجل تحسين الوضع الصحي وتحسين جودة الحياة ونوعية الحياة لأفراد المجتمع بشكل عام. أنت في هالمناسبة قمت بتقديم التقرير هذا، Strength in Health Financing Systems in the Emerald Region Toward Universal Health Coverage. نعم. قمت بتقديم لمحالة كان مقتضب للي حضره، وحبينا جوستمان نتعمق فيه ونزيدوا نفهمه قبل كل شيء. إش معناها اقتصاد الصحة؟ إش معناها يعني Health Financing Systems؟ نعم. شنو نقصد بها بالضبط؟ على خاطر كي نسمع الصحة نسمع في مختلف، يعني في غالب الأحيان صيدلاني، طبيب، مستشفى، مصحة، ولكن كيفاش لو كانت قدمنا الـ شكرا شكرا طبعا. شكرا جزيلا. موضوع التمويل الصحي هو عنصر من العناصر الأساسية لأي منظومة صحية. منذ عام 2000 تم إصدار أول هيكلية للنظر وتحليل أي منظومة صحية في أي دولة في العالم، وكانت وهذه الهيكلية عرفت وظائف مختلفة للنظم الصحية. واحد من الوظائف الأساسية لأي منظومة صحية هو التمويل الصحي. لما نتكلم عن موضوع التمويل الصحي، فإحنا نتكلم عن ثلاث وظائف أساسية في أي منظومة صحية أو منظومة تمويل صحي، متعلقة في حشد الموارد من أجل الصحة، وبالتالي تحديد من أين ممكن أن تأتي الأموال والموارد المالية من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة جيدة لجميع أفراد المجتمع. الوظيفة الثانية هي كيفية إدارة هذه الأموال، وخصوصا من خلال تجميعها في صندوق معين، حيث أن الأموال التي تأتي من الضرائب، التي تأتي من مساهمات المستخدمين للخدمات الصحية، من الذين يدفعون للخدمات الصحية، كيف ممكن أن نجمعها في صندوق واحد بحيث نضمن التكافل بين أفراد المجتمع، بحيث مثلا أنه مساهمة الشخص الغني تعوض عن تكلفة العلاج للشخص الفقير، مساهمة الشخص السليم تعوض عن تكلفة العلاج للشخص المريض، مساهمة الشاب تعوض عن تكلفة العلاج للشخص الكبير في العمر. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة هي ما نسميه شراء الخدمات، والفكرة منها أنه نستخدم هذه الأموال التي تم حشدها وتم تجميعها من أجل تعويض مقدمي الخدمات الصحية، سواء كانوا أطباء، سواء كانوا ممرضين أو أي عاملين صحيين، ولكن أيضا من أجل تمويل البرامج الصحة العامة في المجتمع. فلما نتكلم عن منظومة تمويل صحي في دولة معينة، بنحاول نطلع على هذه الوظائف، كيفية عملها وكيفية تحسين من أدائها، ويتم ذلك من خلال صياغة استراتيجية تمويل صحي للدولة المعينة. كمنظمة الصحة العالمية، فإحنا بنشتغل مع الدول في تحليل نظم التمويل الصحي، صياغة هذه، تحديد أولاً الخيارات أمام الدولة من أجل الحوار المجتمعي حولها، ومن ثم صياغة خطة تمويل صحي للبلد من أجل السعي نحو هدف مهم جداً ما نسميه بالتغطية الصحية الشاملة. نذكر ثم رقم ذكرته في التقديم بتاعك يوم كي قمت بالتقديم للتقرير. نعم. هذايا
اللي كان لفت الانتباه واللي هو خلينا نقول خلينا نقول اللي يكون نقطة بداية ممكن للهدف تغطية صحية شاملة، ولكن ترسمنا طريق طويل مازال قدامنا. رقم هذا هو 7.7 مليون نسمة اللي دخلوا حالة الفقر نتيجة لمعالجة المشاكل الصحية نتاعهم. صحيح صحيح. كيفاش نجمو كيفاش شخص باش يكون في صحة جيدة لازم الطبقة السوسيو اجتماعية نتاعو تتغير وتطيح، يعني كيف هذا ممكن؟ نعم، وهذا إحدى الأرقام الصادمة اللي طلعت من التقرير. فالتقرير هو حلل جميع نظم التمويل الصحي في 22 دولة في الإقليم زي ما حضرتك ذكرتهم. وإحنا عندنا دول الإقليم متنوعة، ففي منها دول ذات دخل مرتفع، دول ذات دخل منخفض، دول ذات دخل متوسط، وأيضا في دول تعاني من مشاكل مختلفة، سواء مشاكل نتيجة للطوارئ الصحية أو نتيجة لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة. خلال التحليل اللي عملناه لل 22 دولة قدرنا نستخلص في الواقع 5 رسائل أساسية. حضرتك ذكرت واحدة منهم واللي هي ممكن اللي بتلفت الانتباه لأنها بتأثر على الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، اللي هو الرقم المتعلق بالتفكر نتيجة للدفع للخدمات الصحية. في عندنا هذا المصطلح اللي هو تم أخذه بعين الاعتبار في صياغة السياسات العالمية للتمويل الصحي، وكذلك في صياغة الاستراتيجيات التمويلية على مستوى الدولة أو على مستوى القطر المعين. ففي عندنا بعض الناس اللي بيحتاجوا يدفعوا ما نسميه دفع المباشر، لأن أنا إنسان كنت سليم بشتغل بنتج وفي عندي دخلي، لكن لما احتاجت لخدمة صحية رحت أطلب هذه الخدمة الصحية واضطريت في نفس الوقت عند استخدامي لهذه الخدمة الصحية أن أدفع مباشرة من الجيب، بنسميها الأوتو باكيت بايمنت بيما ديريكت باللغة الفرنسية، لا مقدم الخدمة الصحية عشان أحصل على هذه الخدمة. فمن التحاليل اللي بنعملها إن نشوف نسبة الناس الذين كانوا فقراء قبل احتياجهم وحصولهم على الخدمة الصحية ونسبة الناس اللي بيصبحوا فقراء بعد الدفع للخدمة الصحية. والتقدير اللي عندنا إياه تم نشره في شهر 12 ديسمبر 2017، إنه على مستوى الإقليم ما بين 653 مليون شخص الذين يعيشون في 22 دولة في الإقليم، في عندنا تقريبا 7.7 مليون شخص يصبحوا فقراء نتيجة لهذا الدفع المباشر. هذا أكثر من 1% من سكان المنطقة. بيطلع تقريبا أكثر من إذا كنا نقارنه بباقي العالم، يعني إذا كنا نأخذ جهة الأمرو شرق المتوسط ونقارنه بباقي العالم على مستوى العالم موجودين. تمام، على مستوى العالم في إحنا منقدر إنه عالميا في عنا 100 مليون شخص يصبحوا فقراء نتيجة لدفعهم المباشر للخدمات الصحية. في العالم زي ما بتعرف حضرتك في 7.3 مليار شخص عايشين في العالم. كنسبيا احنا في تفاوت طبعا ما بين الدول المختلفه، في دول توصل نسبه 3% وفي دول توصل نسبه 5%. في عندنا هذا المؤشر التفكر، وفي عندنا مؤشر اخر مهم جدا اللي هو متعلق بالاهداف التنميه المستدامه ما نسميه بالمصاريف الكارثيه، بحيث انه يدفع الشخص مبلغ كبير جدا مقارنة مع دخله أو مقارنة مع إنفاقه الكلي، اللي هو يؤثر على أيضا على إنفاقه على خدمات أساسية أخرى زي تعليم أولاده أو زي أو أن يأكل أكل جيد. على مستوى الإقليم أيضا نقدر إنه في عندنا 55 مليون ونصف شخص يتعرضوا لهذه المصاريف الكارثية، بمعنى إنهم يدفعوا أكثر من 10% من دخلهم أو من إنفاقهم الكلي على الصحة. عالميا الرقم 800 مليون. إحنا مشكلتنا في الإقليم إنه ما في عندنا استثمار كافي في القطاع الصحي، وخصوصا من قبل الحكومات ومن قبل التمويل العام للمنظومة الصحية. وأيضا التقرير دلل وقارن على مستوى الإقليم مع العالم وكل دولة مع دول الإقليم مع دول أخرى، وفي عندنا دلائل أيضا بالنسبة لكل دولة من 22 دولة. نعم تفضل. لو كان ناخذ مثال تونس مثلا، نعرفش كنت تستحضر الأرقام. نعم. بالنسبة للدفع المباشر out of pocket وين موجودة تونس مقارنة باقي الجهة؟ ممتاز جدا. تونس كان من الدول التي يحتذى بها على مستوى الإقليم وعالميا، يعني كان في تونس نسبة التغطية بالأمور التأمين الصحي أو أمور ما نسميه بالدفع المسبق، عندكم الكنام وفي موجود الـ AMG1 أو الـ AMG2، فنسبة الناس المغطيين تقدر ب 83%، لكن المغطيين. لكن بالنسبة للدفع المباشر في تونس 40% من الإنفاق الكلي يندفع دفع مباشر. التونس بتنفق على الفرد بالسنة ما يقارب 260 دولار. الرقم الدقيق عندنا لسنة 2015 258 دولار للفرد بالسنة. 40% منهم عبارة عن دفع مباشر يدفع مباشرة من الجيب.
سألتني على على متوسط الإقليم. متوسط الإقليم تقريبا 40%، فتونس على المتوسط الإقليمي، لكن في نفس الوقت في عنا في دول في الإقليم دول فقيرة اللي بتوصل 80% الدفع المباشر. إحنا بنتوقع وبنرغب إن الوضع في تونس يكون أفضل بكثير من هيك. متوسط العالمي 32%. توصيتنا كمنظمة الصحة العالمية إنه هذا الرقم يكون أقل من 10-20%، لأنه لما ينزل عن 10-20% عندها بنقدر نشوف إنه نسبة الناس أو عدد الأفراد الذين يتفقروا نتيجة للدفع المباشر يصبح قليل قليل جدا، أو الذين يتعرضوا للمصاريف الكارثية. فحاليا تونس 40%، نرغب إنها تنزل إن شاء الله 10-20% لو قلنا بكون إشي يعني جيد بالنسبة للسياسات الصحية في الدولة. عندما نسمع الحوارات اللي ممكن تصير في مثل هذا اللقاء أو حتى في ممكن لقاء عالمي مثل الجمعية العالمية للصحة اللي صارت في جنيفا وكنا حاضرين وغطينا أشغالها، نلاحظوا أنه مسألة الصحة أو مسألة الدفع المباشر للمصارف الصحية كأنها يعني مسألة تظهر تقنية، ولكن في الواقع نجم نجي ونشوفه في تونس أنه في حياة فرد النجم كي هو بش يمرض مثلا التسائل اللي بش يكون عنده هل بش نمشي القطاع الخاص ولا القطاع العام، وإذا كان عنده الإمكانيات النجم حتى يضحي بأقوى من إمكانياته ويتسلف الفلوس حتى من عند البنوك بش يمشي للقطاع الخاص، وفي المقابل نقاو قطاع عام يعني عمومي اللي فيه كفاءات ممكن بشرية ولكن ما فيهش الكفاءات المادية، ونحسوا تقوش عليه ثم حركة اللي يعني تحرك ترند انه الاشخاص عندهم اكثر ميولة للقطاع الخاص. ف كيفاش نجموا نفسروا انه يظهر شيء طبيعي لبعض الأشخاص أنهم يأخذوا قروض من عند البنوك باش يداويوا في قطاع خاص؟ نعم، هذا بدلل أنه إحنا موضوع التمويل الصحي هو عنصر واحد من منظومة كاملة، بالتالي إحنا لما نطلع على التمويل الصحي يجب أن ننظر له كجزء من منظومة النظام الصحي بشكل كامل. يجب أن نطلع على موضوع الحوكمة في النظام الصحي، موضوع تقديم الخدمات الصحية، مقدمي الخدمات الصحية، تكنولوجيا المعلومات اللي بنسميها لبنات البناء للمنظومة منظومة الصحية. فإذا إحنا حسنا التمويل الصحي بدون ما أن نتطرق لتحسين جودة الخدمات وتحسين آلية تقديم هذه الخدمات والتعاون ما بين مستويات الخدمة المختلفة، راح يضل في عنا خلل في المنظومة الصحية. حضرتك تطرقت لموضوع التغطية الصحية الشاملة اللي هو الهدف الأساسي والأسمى للمنظومة الصحية. فإحنا لما نحكي عن نحسن من نظام التمويل الصحي، الفكرة منه أن نسعى نحو التغطية الصحية الشاملة واللي هي أوسع من التمويل الصحي. هي تتعلق بتقديم الخدمات، بالحصول على هذه الخدمات بجودة جيدة لجميع أفراد المجتمع مع الحماية، مع الحماية المالية. الآن إذا إحنا حسننا موضوع التمويل وقدرنا نخصص أموال أكثر للصحة اللي هو الإشي إحنا بنرغب في إنه نشوفه في أي منظومة صحية، خصوصاً في المنظومات الصحية في على مستوى الإقليم، بدون ما يكون في تحسين لجودة الخدمات في القطاع العمومي اللي هي تقدر تجذب الأفراد لهذا القطاع، فراح يضل في عندنا خلل بإنه الأفراد يضطروا يروحوا للقطاع الخاص ويدفعوا مباشرة للقطاع الخاص. إحنا القطاع الخاص بنشوفه كشريك أساسي في المنظومة الصحية، ولكن نرغب أيضا إنه القطاع الخاص يشوف نفسه كعنصر ومكون أساسي من المنظومة الصحية، بالتالي يقدر يساهم في تلبية الأهداف العامة للمنظومة الصحية. في شهر أكتوبر السنة الماضية إحنا طرحنا في اللجنة الإقليمية اللي هو الاجتماع السنوي لجميع وزراء الصحة على مستوى الإقليم 22 دولة، طرحنا إطار تنظيمي لإدماج والشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة الصحية، ودنا نحدد بعض الوظائف وبعض النشاطات التي تستطيع أن تعمل عليها الدول من أجل إدماج القطاع الخاص كجزء من المنظومة الأساسية. فأنا بالنسبة لي ما في إشكالية أن الشخص يروح على القطاع العام أو على القطاع الخاص ما دام أنه بيقدر يحصل على الخدمة بجودة جيدة بدون ما يضطر يدفع مبلغ كبير جدا ليحصل عليها. نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي في تونس بيسمح لبعض الأفراد أنهم يروحوا على القطاع الخاص ويعوضوا عن المصاريف التي يدفعوها، لكن لحد الآن في بعض الخلل اللي ممكن العمل عليه من ناحية ما نسميه بالشراء الاستراتيجي، هو مصطلح تقني شوية لكنه هو الذي يساعد في الاستغلال الأمثل للأموال في القطاع الصحي.
يعني أنا بصراحة لما أطلع على الوضع في تونس، تونس تخصص من ميزانية الحكومة 14% للقطاع الخاص، سوري متأسف، 14% لقطاع الصحة، اللي هو رقم ليس بالقليل، لكن ممكن هذا المبلغ لا يستغل الاستغلال الأمثل. وأحد الأساليب لاستغلال الاستغلال الأمثل هو عن طريق الشراء الاستراتيجي اللي احنا بنشتغل. عملنا تقييم للوضع في تونس واعطينا بعض التوصيات من اجل المساهمه في تحسين تطبيق الشراء الاستراتيجي في المنظومه الصحيه. الشراء الاستراتيجي معناه الشراء الاستراتيجي، الفكره منه انه احنا لما نشتري الخدمات او انه نحول الاموال التي تم تجميعها لمقدمي الخدمات، يتم تحويلها على اساس امرين اساسيين. الامر الاول معلومات عن احتياج الافراد الذين يستخدمون الخدمات الصحيه، فمن هو مريض، من هو ليس مريض، ما مدى رغباتهم في الخدمات الصحيه. والعنصر الاساسي الثاني هو معلومات عن اداء مقدمي الخدمات. فهي الفكره، اذا لخصنا كلمه استراتيجي معناها بيانات، فانا اعمل القرارات بناء على بيانات وبراهين وادله. فانا بدي ادفع لمقدم الخدمه بناء على نتيجه حصلنا عليها، ليس فقط ل تمويل مستشفى لانه مبنى ويجب ان ادفع الرواتب او الـ او الـ او المعاشات، لا، انا بدي ادفع لخدمه تم تقديمها بجوده جيده وساهمت في تحسين الصحه للشخص المتلقي منها. فاحنا هذا اللي بنشتغل عليه مع الدول، انه نقدر نستغل الاموال بشكل امثل بحيث نحصل على صحه اكثر من الاموال. فاحنا في مصطلح كثير بلاقيه كثير جيد وفي له تقبل كبير من قبل الدول، انه احنا بدنا نحتاج الى صحه، اموال اكثر للصحه وصحة أكثر من الأموال التي تم استثمارها في القطاع الصحي. لهنا ثم النقطة اللي تلفت الانتباه، إنه الفرق الكبير ما بين الخاص والعام، نعم، هو الكلفة بالنسبة للمريضة وللمواطن اللي بشي شيء. وما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص فما هدفين مختلفين. الهدف الأول هو الهدف العمومي، هو الصحة للجميع. نعم. هذه يعني من مهام الدولة. والهدف الثاني لقطاع خاص هو يعني الربح، وهذا يعني العقد واضح، شركة خاصة الهدف متاعها هو الربح. فكيفاش جوز يعني زوز منظمات خلينا نقولوا اللي عندهم أهداف مختلفة ينجموا يكونوا شركاء في لحظة ما ثم طرف الهدف متاعه بالشطغة على الطرف الآخر. تمام. واليوم كي نشوفه في تونس باش نكونوا واقعيين، يعني انه في قطاع الصحه بالذات انه الطرف الخاص يطغى، قاعد يطغى بطريقه كبيره. وحتى في صندوق الوطني للتامين على المرض يقول لك انه بعض القوانين الموضوعه دي مش هو اللي يختارها، يعني قوانين حتى المشرع هي اللي تجبره باش يتكفل بعلاجات صارت في القطاع الخاص اللي ممكن القطاع العمومي كان نجم يوفرها بسعر اقل. فكيفاش زوز منظومات عندها اهداف مختلفه متضاده ممكن ينجموا يكونوا شركاء في تقديم صحه للعموم؟ هي الفكره الاساسيه. احنا بنقول انه القطاع الخاص يجب ان يرى نفسه جزء من المنظومه الصحيه، من حقه الربح وعشان هيك موجود القطاع الخاص. يعني ما في شيء خلل في هذا الاطار وفي هذا الموضوع. لكن نفس الوقت انه يكون هذا الربح شيء معقول، واحنا من قبل القطاع العام ومن قبل المشتري الاساسي زي منظومه التامين على المرض الكنام في وضع تونس، تقدر تستغل هذه الاموال بانها تغير من اداء القطاع الخاص مع وجود الربح، لكن نفس الوقت انه ما يكون زائد عن اللزوم، وما يكون نفس الوقت استغلال هذه الاموال لاهداف شخصيه او اهداف فرديه. نحن نعرف انه في المنظومه الصحيه في الدول المختلفه وفي اي نظام اقتصادي صحي في ما نسميه برغبه المقدم الخدمه انه يستغل المعلومات الموجوده عنده عشان يزيد من الربح الخاص فيه. فعندنا احنا ادوات تنظيميه اللي هي مهمه جدا ان نطبقها على القطاع الخاص، بحيث انه ايضا ليس فقط في الواقع ليس فقط الربح، احنا في عندنا برضه بعض الخلل في منظومه القطاع الخاص من ناحيه جوده الخدمات المقدمه. احنا بحاجه لتنظيم القطاع الخاص عشان نضمن جوده الخدمات، نضمن مساهمته بشكل جيد. لكن بنفس الوقت احنا لازم نكون واضحين، احنا بدون الشراكه مع القطاع الخاص صعب جدا انه نسعى نحو التغطيه الصحيه الشامله في معظم دول الاقليم، معظم دول العالم. فعندنا تنظيم للقطاع الخاص،
وعندنا نقطة تانية اللي هي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراء خدمات أو من خلال أساليب شراكة مختلفة. ونقطة ثالثة اللي هي ممكن هي المفروض تكون النقطة الأولى، إنه في كثير من دول الإقليم إحنا ما عندنا معلومات كافية عن القطاع الخاص، فما في بيانات موجودة ضمن منظومة النظم الصحية، نظم المعلومات والبيانات الصحية في على مستوى الدولة عن القطاع الخاص. يعني حتى في بعض الدول أعداد مقدمي الخدمات في القطاع الخاص غير معروفة، أعداد العيادات أو أعداد الأطباء العموميين مش معروفة. فإحنا بنقول إحنا لا، إحنا بحاجة إنه نقدر نقيم وندرس ونحلل المنظومة الخاصة في القطاع الصحي، نقوم بتنظيمها عن طريق آليات مختلفة، والعمل على شراكة فعلية مع القطاع الخاص للأهداف السامية مثل التغطية الصحية الشاملة. لماذا في بعض الدول اللي عندها من الجهة اللي عندها إمكانيات كبيرة، مثلا نذكر دول الخليج، الخدمة الصحية يعني تكون صحيح عندها مكلفة ولكن للمواطنين متاع البلدان هذيك متاحة مريا؟ فسؤال لهنا ممكن بطريقة نايف، هل كل ما دولة تبدأ غنية كل ما تنجم تكون عندها قطاع عمومي يغطي حاجيات مواطنيها، هل هذه المعادلة الصحيحة؟ يعني فعلا فعليا يعني احنا بنلاحظ انه كل ما كان دخل الدولة اعلى كل ما زاد مستوى الناتج القومي الخام اللي هو بيعكس نسبة الثراء في الدولة، كل ما زاد الانفاق على الصحة. اكثر دولة بتنفق على الصحة في العالم هي الولايات المتحدة، بتنفق ما يقارب $8,500 على الفرد بالسنة، وما يعادل تقريبا 17-18% من الناتج القومي الخام. لكن هذا لا يعني انه احنا يجب ان نزيد الانفاق بشكل غير منتهي، لانه في عندنا دول اخرى زي مثلا في عندنا امثله من تايلاند اللي هو دوله كثير يشاد اليها من ناحيه التغطيه الصحيه الشامله، اللي تنفق اقل من $300 على الفرد بالسنه، وبنفس الوقت قدرت تايلاند انها تقلل من الانفاق المباشر على الصحه لنسبه اقل بكثير من 10%، بينما نجد في الولايات المتحده في عندنا عدد كبير من الناس الذي حتى الان غير مغطيين بانظمه تامين صحي او انظمه دفع مسبق. في على مستوى الاقليم احنا لما نطلع على ثلاث مجموعات زي ما ذكرتهم من ناحيه الدخل، مرتفع متوسط قليل، وذكرت حضرتك دول الخليج اللي هي الدول النفطيه في الاقليم، هم طبعا اكثر الناس بينفقوا على الصحه. في الاقليم اكثر دوله تنفق على الصحه هي دوله قطر، تنفق تقريبا $2,100 على الفرد بالسنه. اقل دوله في الاقليم للاسف تنفق على الصحه هي باكستان، زي ما ذكرت حضرتك انه في عندنا باكستان وايران وافغانستان جزء من الاقليم الشرق المتوسط. باكستان اكبر دوله في الاقليم تقريبا 235 مليون شخص، يعني اكثر من ثلث الاقليم، ومع ذلك فهي بتنفق اقل من $50 على الفرد بالسنه. تقريبا احصائياتنا الاخيره كانت تقريبا $44 على الفرد بالسنه، ونسبه الانفاق المباشر اكثر من 60%. فلما نطلع ان الدول الغنيه عماله بتنفق اكثر ونسبه الانفاق المباشر اقل بكثير، والدول الفقيره بتنفق اقل ونسبه الانفاق المباشر عالي جدا. فهذا الامر اذا بدنا نتحدث عنه بموضوع من ناحيه تقنيه، فاحنا بنطلع لما نسميه بالفضاء المالي، اللي هو بما معناه هي الأموال المتوفرة لدى الحكومات من أجل تخصيصها للقطاعات المختلفة، الصحة، التعليم، البيئة، المواصلات وغير ذلك. إحنا عندنا على مستوى الإقليم الفضاء المالي مختلف طبعا من دولة لأخرى. دول ذات الدخل المنخفض الفضاء المالي تبعها قليل، تونس من الدول ذات الدخل المتوسط. لكن لما نطلع على البيانات نلاحظ انه خصوصا خلال السنوات الاخيره الفضاء المالي اللي هي الاموال الموجوده بين ايدين الحكومات ووزاره الماليه بشكل خاص اقل من متوسط الاقليم. الرقم اللي انا قدرت اشوفه تقريبا 22 او 24%، متوسط الاقليمي 32% اللي هو متوافق مع المتوسط العالمي. لما نيجي نطلع على سياسه التمويل الصحي اذا بدنا نرجع لها تكلمنا عليها في البدايه، فمفروض ايضا نطلع كيف ممكن نساعد الدوله إنها تزيد من الفضاء المالي، وهذا يتم في أساليب مختلفة، يعني موجود أدلة وتجارب دولية مختلفة، منها مثلاً اللي هو الضرائب على المشروبات أو المأكولات الغير صحية.
أو على التبغ ومشتقاته. في دول بيستعملوا كثير هذه المصدر من أجل في البدء دي بدء من أجل تحسين تصرف الأفراد. يعني إذا شخص مدخن يصبح غير مدخن، أو إذا شخص بيفكر يدخن ما يقرر إنه يبدأ بالتدخين، فهي بتحسن من الأداء من التصرف، بالتالي فهي عبارة عن سياسة صحة عامة. بنفس الوقت في بعض الدول قدرت تخصص جزء من هذه الأموال للمنظومة الصحية، أو حتى لو ما خصصتها بشكل مباشر قدرت تزيد من الفضاء المالي الموجود عندها. تجربة دولة رائدة في نقارن تونس معها لأنها في الإقليم، المغرب حديثا قدرت تحط ضريبة على المشروبات الغازية، اللي هي قدرة اللي هي بالتالي راح تحسن من الفضاء المالي للحكومة، وبالتالي ممكن تخصص جزء منها للمنظومة الصحية. فإحنا نطلع على الوضع في تونس مرة أخرى، إنه الوضع الاقتصادي شوية متأثر بالأحداث الأخيرة، فممكن نشوف كيف ممكن نحسنه من خلال استراتيجيات وسياسات متعلقة بتحسين الفضاء المالي، وبالتالي تحسين الوضع المالي للمنظومة الصحية. فقط للإشارة، تونس النواب متاحة اقترحوا في قانون المالية لسنة 2019 اللي تمت دراسته في آخر 2018، اقترحوا أداء على المشروبات الكحولية ولكن تم رفضه. الكحولية الغازية. غازية سمحني. نعم. ولكن تم رفضه. المشروبات الكحولية تم ترفيع في الأداء. نعم. عليها من قبل بالنسبة للمنتوجات المنتجة محليا. أنا هنا ثم نقطة دكتور مطرية اللي تلفت انتباهي، إنه قلت كيفاش مثلا التلميذ النجيب تايلاند اللي مبالغ يعني أقل من 300 دولار ينجم يوفر تغطية جيدة، والمصاريف المباشرة من عند المرضى أو من عند المواطنين تقل. فلهنا يتطرح، هو تايلاند عندها الخصوصية أنها بلد رائد في إنتاج الأدوية وفي صناعة الأدوية، فبحيث إذن نجم نقوله أنه انك تكون في صحه جيده النجم ما يتكلفش مبلغ كبير. نعم. ولكن في بعض الاحيان على وهذه اللي لاحظوها، على قد ما تبدا فقير على قد ما صحتك تتكلف اكثر. صحيح I mean في نفس يعني الوقت الصحه مرتبطه هذا غريبه في يعني بعض الشيء، لانه يقول القائل اذا كان النجم يكون عندنا مثال بتاع تايلاند اللي هي. نعم. توفر الصحه مبالغ ضعيفه، علاش في دول اخرى نجم نذكر الراس الاخضر اللي الادويه نتاعو تتكلف غاليه برشا، نجم نذكر حتى تونس في بعض الادويه يعني الدواء ضد سرطان الثدي تراستوزوماب اللي يتكلف كان اغلى من فرنسا مثلا اللي تونس كانت تخلصه. فوين اللوجيك لهنا؟ علاش تونس دوله مثلا ضعيفه الدخل تخلص ادويه في بعض الاحيان اغلى من دول غنيه جدا؟ حضرتك تطرقت لاكثر من موضوع. اي سامحني. لا كلها مواضيع كثير مهمه وكثير لنا شغل عليها، وبنحب نشارك التجارب ونشارك ارائنا كمنظمه الصحه العالميه في الموضوع. في البدايه لما نطلع على تايلاند، الشيء الاساسي كان واللي احنا المفروض نتعلم منه هو الاراده السياسيه. تايلاند في 2002 أعلنوا أنهم بدهم يوصلوا للتغطية الشاملة، سموها التغطية الشاملة، حالياً بنتطرق لإلها التغطية الصحية الشاملة، اللي هو الوقت اللي كانت تايلاند تعاني من وضع اقتصادي سيء جداً، من انخفاض الناتج القومي الخام نتيجة للأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا في هذيك الفترة. لكنهم أخذوا قرار سياسي أنه إحنا نحتاج للتغطية الصحية الشاملة. في جملة سمعتها حديثاً ذكروها، أنه علشان إحنا فقراء لا نستطيع أن نعيش بدون تغطية شاملة، فالتغطية الشاملة عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية. فهم أخذوا هذا القرار وخلال سنوات محدودة قدروا يوصلوا للتغطية الصحية للصحية الشاملة. فإحنا بحاجة للإرادة السياسية. الأموال مهمة لكن الأموال متوفرة، يعني لما نحكي عن تونس تنفق 260 دولار للفرد بالسنة، فهذا المبلغ مش قليل، وهذا المبلغ بيقدر يغطي تكلفة سلة خدمات أساسية تستطيع تونس أن توفرها لجميع الأفراد. في شهر سبتمبر الماضي كان في عندنا اجتماع في صلالة في سلطنة عمان، وكان شاركوا معنا جميع وزارات الصحة، وكان تمثيل على مستوى الوزاري، وقدرنا نطلع في التزام أو ما نسميه بإعلان صلالة في هذاك الوقت اللي نعمل عليه حاليا، اللي أعطينا فكرة للدول
بناء على التجارب الدولية المختلفة كيف ممكن يبنوا خارطة الطريق للتغطية الصحية الشاملة. خارطة الطريق تبدأ بتحديد ما هي سلة الخدمات التي يجب توفيرها لجميع أفراد المجتمع، ومن ثم تحديد الميزانية اللازمة لتمويلها وآليات تمويلها وآليات تقديم هذه السلة. وحاليا نشتغل مع الدول المختلفة وإن شاء الله تونس واحدة منهم بصياغة خارطة طريق متخصصة للدولة للتغطية الصحية الشاملة. فتايلاند تجربة يعتد بها، في دول أخرى أيضا زي تركيا، في دول ذات دخل منخفض زي غانا قدرت تعمل تجارب كثير رائدة، رواندا دولة أخرى دولة إفريقية قدروا يعملوا تجارب رائدة في استخدام أساليب مختلفة للتمويل الصحي من أجل السعي نحو التغطية الصحية الشاملة. أعلان سلالة بش يكون هناك مفروض إن شاء الله خريطة الطريق تشبه التمشي التايلندي، انه التايلندي او اخر يعني أو احنا آخر. ما بنقول انه في دوله مثال لاي دوله اخرى ولا. كل دوله عندها خصوصيتها، لكن نستطيع ان نستخلص الدروس من التجارب المختلفه. بالنسبه لمساله النفاذ للعلاج وللادويه خصيصا نعم يعني حتى هذه النقطه بالضبط اذا ذكرتها ثانيه، ولكن اليوم نشوف في مقال في البي بي سي بيتحدث انه الدول الافريقيه بجزء منها في الجهه بتاعنا يعني تخلص الدواء 20 مره اغلى من دول اخرى، وذكرنا مثال الدواء ضد سرطان الثدي تراستوزوماب. ف كيفاش المفارقه هذه نجم نلقاو لها الادويه تفسير؟ يعني عملها بتستهلك نسبه كبيره من ميزانيات الحكومات ومن المنظومه الصحيه بشكل عام. وفقط للملاحظة أنه في اجتماع اللجنة الإقليمية اللي هو الاجتماع الوزاري لدول الإقليم بيتم كل سنة، فالاجتماع القادم راح يكون بشهر أكتوبر إن شاء الله، راح يكون في عنا تقديم ونقاش حول موضوع تمويل الدواء. فعملنا نعمل تحليلات على مستوى دول مختلفة نطلع على كيف يتم تمويل الأدوية في هذا الإطار. اللي لاحظناه وتم مناقشته بشكل كبير في الاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الأخير في شهر أيار مايو السابق، إنه في عنا يعني مدخلات ومؤثرات مختلفة بتأثر على أسعار الأدوية. طبعاً من ناحية اقتصادية في عنا ما نسميه بالاقتصاد الإيكونومي ديشال اللي هو مستوى الاقتصاد الإنتاج من ناحية الدواء، فكل ما كانت الدولة أقل وإذا كانت هي تنتج فبسبب الاقتصاد الكلي الصغير هذا يؤدي إنه أسعار الأدوية تكون أعلى. في عنا دولنا بتحتاج لاستيراد كبير للأدوية اللي هي غير منتجة لهذه الأدوية، وهذا أيضا بيؤدي إنه لزيادة الأسعار. في عنا أيضا بعض الأمور المتعلقة بالتسويق للدواء اللي بيضيف نسب فوق نسبة وبالتالي بتزيد من سعر الدواء. في عنا دول في الإقليم أخذت قرارات جريئة، آخر دولة كانت الأردن قبل أسبوعين أعلنوا تخفيض أسعار عدد تقريبا إذا أنا مش غلطان 158 أو 156 دواء أساسي يستخدم، وهذا بالتالي رح يقلل بشكل كبير الإنفاق على الدواء. الدواء بشكل خاص لما ذكرنا في البداية موضوع الدفع المباشر بنلاحظ أنه مرات بيكون عندنا في تغطية صحية وفي عندنا أنظمة دفع مسبق تأمينات صحية أو أخرى، لكن الدواء غير مشمول ضمن سلة الخدمات، فالمريض ممكن يروح يحصل على الخدمة وتكون ممكن تكون مجانية، لكن يضطر يروح للصيدلية عشان يشتري الدواء، وبهي الحالة يحتاج يدفع دفع مباشر للدواء. في دول في الإقليم نسبة الإنفاق من نسبة الإنفاق الكلي في 32% بتروح للدواء. في دول في الإقليم من الإنفاق المباشر بتلاقي 60% من كلية الإنفاق المباشر هي إنفاق على الدواء. فلإحنا بنرغب وبنشتغل معه على الدول إنهم يصيغوا استراتيجيات دوائية ليس لا تتعلق فقط بالحصول والوصول للدواء بجودة جيدة، لكن أيضا بتمويل هذه الأدوية بأساليب تتوافق مع الأهداف العالمية للتغطية الصحية الشاملة وتساعد الناس إنهم يحصلوا على الأدوية بشكل عام. ذكرت أمراض مرض السرطان، هي الأدوية المكلفة جدا اللي هي الأدوية الحديثة اللي هي الأدوية اللي متعلقة في منها أدوية بيولوجية بنسميها اللي هي ليس كيماوية بحيث تم تصنيعها ولكن مستخلصة من جسم الإنسان أو من الكائنات الحيوية اللي هي عبارة عن الأدوية الأكثر كلفة حاليا والدول تعاني منها. لكن من الأمور بعض الدول قدرت تعمل عليها
هي الشراكة ما بين الدول. وتم تطرق لهذا الموضوع في اجتماعنا الحالي، حضرتك ذكرت انه في عندنا الاجتماع البرلماني اللي احنا بنطرح هاي المواضيع اللي فيها البرلمانيين ممكن يأثروا بشكل كبير، منها مثلا ذكرت بشكل سريع موضوع التشريعات، احنا دور البرلمانيين مهم جدا في التشريعات، وبالتالي عشان هيك احنا طرحنا لهم بعد هذه الامور. لكن اعطي مثال على دول الخليج مره ثانيه. دول الخليج قرروا انهم يعملوا الشراء الموحد، فبيشتروا الادويه للست دول، الدول الخليج الاتحاد مجلس التعاون الخليجي، تمام؟ فهم بيعملوا شيء بيسموه بول بروكيورمنت، شراء موحد. وهذا بيؤدي انه شراء بكميات اكبر، فبيؤدي الى الخفض من اسعار الادويه والعلاجات التي يشتروها. الاردن مثلا مره اخرى، الاردن تعمل شراء موحد على مستوى المقدمين خدمات المختلفين، ففي عندهم ايضا عمليه شراء موحد لكن دوله واحده، لكن للمقدمين المختلفين، القطاع العام، القطاع العسكري وهكذا. فقط نقطة لهنا للمتابعين، يعني كيفاش نقول الأردن أعلنت تخفيض سعر الدواء؟ كيف نعم. يمكن إعلان تخفيض سعر الدواء؟ كان قرار بإرادة، زي ما ممكن حضرتك سمعت، وكان معنا برلمانيين من الأردن ومن مجلس الأعيان، قالوا هو قرار كان على مستوى السيادي، على مستوى جلالة الملك، إنه قرار إحنا بدنا نخفض الدواء، ورئيس الوزراء كان كثير مهتم بالموضوع. تم مقارنة أسعار الأدوية في الأردن مع الأسعار العالمية، ولقوا في فروقات عالية، فهذا الأساس اختاروا الأدوية اللي فيه لها بدائل، اللي فيه ممكن يكون بديل وطني وبأسعار منخفضة أكثر، وبالتالي يقدروا يخفضوا منها. وبالنسبة للشراء الموحد البول بروكيورمنت، نذكر في جنيف قابلت ممثلين عن المغرب وعن الجزائر، نعرف أن الجزائر ما هيش تبع الجهة، وحتى من تونس، وسألتهم هل يعني كلهم كانوا متفقين حول شفافية أسعار الأدوية كوسيلة للتخفيض من سعر الأدوية، أسعار الأدوية، ولكن الشراء الموحد. فكان سؤال، لماذا هل اشتريتم من قبل أدوية أو تلقيح مع بعض؟ فكانت الإجابة يا إما لا أدري أو ممكن أو لا. ثلاثة دول نشوفوا، دول مثلا كيف ما شمال أفريقيا ومالي متشابهة بعض الشيء، يعني ما بين تونس والجزائر والمغرب وحتى ليبيا. كي تسألهم على سعر التلقيح مثلا، يقول لك ما عندناش رزنام التلقيح مطابقة. كل ما تزيد تلقى انه ثم اكثر حواجز موجودة واحد تلو الاخر للشراء الموحد. فحسب رأيك انت كرجل اقتصاد في قطاع الصحة، علاش مصلحة كل بلد ومصلحة انك تخلي الفلوس في مكتوبك كيف ما نقولوا ما تربحش على مصلحة، على اعتبارات كيف ما عنا رزنامة ما هيش مطابقة، عنا عملات ما هيش منسجمة، ثم انا نشري باليورو وانت تشري بالدولار، يعني لهذه ممكن اشياء نجم نجوزوها، وين الحواجز؟ انا ذكرت واحنا بنحكي في كلمة لمديرنا العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه قرار السعي نحو التغطية الصحية الشاملة هو قرار سياسي وقرار إرادة سياسية. هي فقط مجرد إنه الاتفاق وأخذ هذا القرار بشكل مشترك بشكل جماعي، وبعد ذلك إحنا موجود عندنا كمنظمة الصحة العالمية الأدوات والآليات نساعد هذه الدول على هذا العمل. فأنا مثلاً في وجهة نظري، دول المغرب العربي، وحتى لو كانت الجزائر ليس جزء من الإقليم الشرق المتوسط، بس ممكن التعاون ما بينها بعملية مختلفة أو متخصصة بالشراء الموحد، وبالتالي على الأقل ممكن يكون تعريف بالأسعار التي يتم بها شراء الأدوية واللقاحات، زي مثلا ممكن يكون في اوبزرفاتوار للاسعار، بحيث يعرف انه الدوله الفلانيه اشترت هذا اللقاح بهذا السعر. هذا بحد ذاته بيساعد في الشفافيه زي ما ذكرت حضرتك، وبالتالي يساعد في خفض تكلفه العلاجات منها الادويه وغير ذلك. متى يمكن الاقرار انه ثم اراده سياسيه؟ ما هي العوامل اللي تشجع الاشخاص اللي سياسيين انه باش يكون عندهم اراده سياسيه؟ هي الإرادة السياسية ليست فقط للسياسيين، هي إرادة كل المجتمع وإرادة الدولة. إحنا بنشيد في التجربة التونسية بالحوار المجتمعي اللي بدأ في سنة 2012، واللي إن شاء الله راح نقطف ثماره يوم الخميس غدا الخميس 27 شهر.
حيث سوف يتم طرح مسودة الاستراتيجية الصحية للعام 2030. هذا الحوار وهي مشاركة جميع الشركاء في صياغة رؤية للمنظومة الصحية، رؤية لمنظومة التمويل الصحي، رؤية للتغطية الشاملة، هو اللي بيعكس وجود الإرادة أو عدم وجودها. إذا كان في عنا خارطة طريق واضحة، الدولة بتقدر تعرف كيف تسير نحو تحقيق هذا الهدف. بدء احنا بحاجه لهذه الرؤيه، بحاجه لصياغه هذه الرؤيه وصياغه استراتيجيات متعلقه فيها. الجميع يجب ان يعمل معا، ودور المجتمع المدني، دور الحكومات طبعا، دور القطاع الخاص ممكن يكون عنصر ايجابي وعنصر مؤثر في خلق هذه الاراده السياسيه والاراده المجتمعيه للسعي للامام. فالحوار المجتمعي اللي تم في تونس شيء رائع، وراح نتكلم عنه غدا ان شاء الله، ساعد بشكل كبير في صياغه استراتيجيه ان شاء الله تكون في عليها توافق من جميع الاطراف، وبالتالي العمل على تحقيقها في السنوات العشر القادمه. عندي نقطه هنا نحب نواجهها ليك كصحفي، نعرف اللي ممكن هو سؤال غريب بعض الشيء، ولكن التغطية الصحفية لمسائل الصحات كنا نتحدث قبل ما نبدأ الحوار. نعم. منش ندخل في الأصل الأشياء، ولكن كنا نتحدث قبل ما نبدأ الحوار إنه صارت فجعة في تونس اللي فيها توفي 7 يعني أطفال صغار مازالوا كي تولدوا، وهذايا ذكرنا فجعة أخرى اللي كان فيها عدد وفيات أكبر بضعة أسابيع التالي في تونس العاصمة. أنت شنو هي عندك صندوق يعني دون اي شكل نظره شامله للجهه والعالم العربي، شنو هي تقييمك لطريقه التغطيه الصحفيه لمسائل الصحه كمتلقي كقارئ؟ احنا بنشوف الاعلام له دور كبير جدا، وفي دور على القطاع الصحي وفي دور على الاعلاميين نفس الوقت. في دور للقطاع الصحي انه يقدر يسوق الافكار الصحيه بشكل جيد. لما نتكلم عن التغطيه الصحيه الشامله، احنا بنحب انه الناس الافراد يكون عندهم فهم كامل ماذا نعني بالتغطية الصحية الشاملة، ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم. لما نتكلم عن التغطية الصحية الشاملة، هذا لا يعني أنه جميع أفراد المجتمع يحصلوا على جميع الخدمات التي هم بحاجة إليها دون ما يتحملوا ولا أي تكلفة، لا، مش هذا هو الموضوع. الموضوع أنه إحنا نقدر نحدد سلة خدمات يحصل عليها جميع أفراد المجتمع بتكلفة ملائمة، بحيث لا يتعرضوا للتفكر أو لا يتعرضوا للمصاريف الكارثية. عشان نقدر نحدد سلة هذه الخدمات يجب نحتاج لحوار، والإعلاميين لهم دور كبير في هذا المجال، إنهم يقدروا يحشدوا أو يقدروا يجمعوا حوالين نفس الطاولة جميع الشركاء التنمويين المجتمعيين، يقدروا يناقشوا هذا الموضوع. فهو دور الإعلام بيلعب دور كبير جدا، خصوصا خلال العقد الأخير في دول الإقليم المختلفة. إحنا شفنا في دول الإعلام كان قوي في مجالات مختلفة، نرغب يكون أيضا في الصحة من ناحية توعية الأفراد، من ناحية إدماجهم في صناعة القرارات والسياسات. حضرتك كنت معنا في الصباح لما كنا نحكي عن الحوكمة التشاركية، في كان تقدمة من زميلي لإلي على موضوع الحوكمة التشاركية، وهذا الموضوع مهم جدا. يعني الحوكمة ليس فقط قرار الحكومات، إلا قرار ومشاركة جميع الأطراف المختلفين، وهون أيضا الإعلام ممكن يلعب كوسيط في تجميع هذه الرؤى والأفكار المختلفة. هل التغطية هي في غالب الأحيان مناسباتية؟ خلينا نقول ممكن إحنا في عنا كدول إقليم إحنا عمالنا ننمو نتقدم، ونفس الشيء في وجهة نظري القطاع الإعلامي. يعني في إعلاميين مثلا، مع احترام طبعا للجميع، ممكن ما يكونوا متخصصين في مواضيع معينة، وحاليا بدأ هذا الأمر يصير، فعندهم يقدروا يعرفوا ما هي الأمور التي ممكن يطرحوها، ممكن يتساءلوا فيها. وإحنا كمنظمة الصحة العالمية بنشتغل مع الإعلاميين لتعريضهم عشان يكون عندهم فكرة ما هي الأمور التي ممكن يتم طرحها وأساليب طرحها وكيف ممكن يشاركوا فيها، زي ما بنعمل مع الإعلاميين بنعمل أيضا مع القيادات في النظام الصحية. يعني لما اجتماع زي البرلمانيين، الفكرة منه إنه إحنا نعرض البرلمانيين لما يتم مناقشته الآن
في الامور الصحيه وامور السياسات الصحيه عشان يكون عندهم القدره والمعرفه عندما يتم مناقشه ميزانيه الصحه في البرلمان يكون يقدروا يثيروا المواضيع اللي هو يجب ان تثار ويكونوا يقدروا يدعموها بالادله والبراهين وتجارب الدول المختلفه. نفس الشيء بنحب نعمله مع الاعلاميين، نفس الشيء بنحب نعمله مع الصناع الاغذيه في الدوله، جميع الشركاء المتعلقين في الصحه. فاحنا بنقول انه الصحه في جميع السياسات، والصحة هي عبارة عن أمر في الإنجليزي مثلا مالتي سيكتوريال، بمعنى أنه جميع القطاعات يجب لها دور أنها تأثر وتتأثر بالصحة. ودورنا كمنظمة صحة عالمية أن نكون نخلق الوسط اللي نجمع فيه جميع هذه الأطراف أنهم يناقشوا موضوع الصحة بشكل الأمثل. خلينا نقول إحنا قدام خيار لازمنا نعمله، خيار انه مثلا عندنا امراه عمرها 55 سنه متقاعده عند مريضه بالسرطان، والعلاج نتاعها مش باش نقولوا علاج برانسيبس يعني علاج مكلف، العلاج نتاعها يتكلف ما بين 15000 و 20000 دولار، والاشهر المربوحه او السنوات المربوحه نجم نحسبوها 3 او 5 سنوات ربح للحياه اذا كان ما عالجوهاش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لو كان ناخذوا تلقيح ضد النموكوك اللي مازال كيصدر اخيرا، التكلفه نتاعو الوحيده الاكثريه في تقريبا 500 دولار، واللي نجم يلقح بعض المئات من الاطفال الصغار. كيفاش نجموا نخيروا ما بين هذا وذاك؟ شكرا جزيلا على السؤال. يعني بتذكرني في قبل 20 سنة لما بدأت أشتغل على موضوع وأدرس موضوع الاقتصاد الصحي وكيف نعمل صياغة الأولويات وبالتالي صياغة السياسات والاستراتيجيات. أنا كشخص ما بقدر أحكي لك تنفق الأمور هون على هذا السيدة الكبيرة في العمر أو تلقيح مجموعة كبيرة من الأفراد. اللي إحنا بنقوله لازم ينعمل واللي هو عكس ما يعمل في معظم دول الإقليم. في دول الإقليم حالياً قرار زي هذا القرار ممكن يتم أخذه من قبل شخص واحد، وهذا الشخص ممكن يكون متأثر بتجربة خاصة أو تجربة فردية أو باهتمامات معينة. إحنا بنقول إنه القرار يجب أن يكون مبني على براهين وأدلة، ويجب أن يكون في شراكة حول هذا القرار. حالياً عملنا بنروج لمفهوم ما نسميه بالثري ديز باللغة الإنجليزية، اللي هو المفهوم المبني على الدي الأولانية هي ديتا دوني لي دوني باللغة الفرنسية، والدي الثانية هو الديالوج الحوار، والدي الثالثة هي الديسيجن القرار. فإحنا اللي بنقول إنه إحنا بحاجة لأدلة وبراهين اللي هي الدوني جاية من حضرتك. ذكرت إنه كم من سنة عمر ممكن تستفيد هذه السيدة، ذكرت انه بالنسبه لمجموعه الاطفال كم من سنة عمر ممكن يستفيدوا. احنا بحاجه لبيانات وادله على فاعليه هذه العلاجات، بحاجه لبيانات على امكانيه تحسينها لجوده الحياه او اطاله العمر، ما نسميه بتحاليل التكلفه والمنفعه او التكلفه والفائده لزاليز كو افيكاسيتي كو بينيفيس. كل هاي الامور تعمل يتم العمل عليها من قبل مراكز البحثيه، من قبل الجامعات، ويجب ان تكون محميه، يعني يكون في عندنا فضاء اسباس لهذه التحاليل بحيث انها لا تتاثر بالقرار الذي يتم عمله الذي سيتم اخذه فيما بعد. فهذه الدوني او الدي الاولانيه. الدي الثاني هو الحوار، انه بعد ما تطلع لنا الادله والبراهين يجب ان يتم في نقاش ما بين مقدمي خدمات، ما بين مستخدمي لهذه الخدمات، ما بين أناس عاديين من أفراد المجتمع، ما بين صناع قرار، ويتم النقاش وبالتالي أخذ القرار. مهم جدا إنه إحنا يكون في عنا أساليب ومنهجية يتم اتباعها بشكل دائم ولا تتغير بناء على أفضليات أو خيارات شخص معين. وهذا الديالوج اللي هو ممكن يتم في تونس من خلال الحوار المجتمعي، لما كانوا الزملاء الذين يعملون على الحوار المجتمعي يذهبوا إلى جميع المناطق في تونس حتى القرى الصغيرة ويتفاوضوا مع الناس، قالهم ما هي أفضلياتكم، أين ترغبوا أن تروا القطاع الصحي يذهب في المستقبل. الدي الثالث هو القرار، هو قرار سياسي، والقرار هذا القرار اللي يأخذه بده يتحمل المسؤولية تبعته. ففي النهاية راح يكون في ناس راح تستفيد، في ناس مش راح تستفيد. في النهاية هو لب موضوع الاقتصاد اللي هو جاي من فكرة إنه إحنا عندنا موارد محدودة
وعندنا رغبات غير محدودة ونحتاج أن نحصل على أكثر شيء من هذه الأموال. فإحنا اللي نوصل للدول أن يكون في عندنا منهجية ثابتة وواضحة على كيف مثل هذه القرارات متعلقة بالعدالة، متعلقة بالكفاءة في المنظومة الصحية يتم العمل عليها وتطبيقها بشكل دائم، ما تتغير بناء على أفضليات أو بناء على آراء مختلفة. في تونس في عندكم الإنا سانتي اللي هلا صار اسمها غير الاسم إناس المعهد الوطني لي اكريديتاسيون ايفالواسيون واكريديتاسيون تقييم و ايفالواسيون هي الاتش تي اي اعتماد ثانك يو بالضبط اللي هي بتقوم بعمل اتش تي اي اللي هي التكنولوجيا اسسمنت اللي هي تحاليل التكنولوجيا التقنيه او هي بتكون بعمل دراسات التحليل المنفعة والتكلفة والفائدة والتكلفة اللي بتوفر الوسط اللازم لهذه الحوارات وهذه النقاشات. يعني خلال هذا الأسبوع تم زيارة للإنياس قريبة من هنا بالضبط والتطلع على هذه التجربة الرائدة اللي احنا بنرغب انه ايضا نراها في دول الإقليم المختلفة. دكتور ماتارية نحب نعود نشكرك على وجودك معنا، وإذا كان عندك أي نقطة أخرى ممكن ما تطرقنا لهاش تحب تأكد عليها تفضل، خاطر نعرف عندك برشا التزامات. الله يبارك. شكرا جزيلا على الاستضافة. بحب أحكي أنه دائما فخر لإلي أن أكون موجود في تونس، ودائما الواحد يتعلم من التجربة التونسية، هذا إشي كثير جيد وبعطينا أفكار لدول أخرى اللي نشتغل معها في موضوع التغطية الصحية الشاملة. شكرا جزيلا. يعطيك صحة دكتور مطرية. شكرا.